انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للشباب تحت عنوان من أجل المناخ أفريقيا في القلب، والذي تستضيفه جامعة الأزهر. وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر في أن الجهود الجامعة في تطبيق التجارب المصرية الناجحة في تخفيف ومعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي جعلها بيت خبرة إقليمي للقارة الأفريقية، لافتا إلى أن المنتدى يسعى إلى العمل على سد الفجوة بين الخطة الحضرية الجديدة كلغة تخاطب دولي. خلال هذا المؤتمر هنقدر يعني نعرف المشاكل اللي بتواجهها الدول الأفريقية من خلال شبابهم، وإزاي يكون الشباب جزء من الحل، لأن الشباب أو خطط التكيف والتخفيف اللي هتقوم بها الدول الأفريقية بتقوم من أسفل إلى أعلى. بالتأكيد احنا كمجتمع النهاردة لابد ان احنا نكون حريصين على الاستفادة من هذه القمة، وكمان علشان الشباب اللي عندنا اللي موجودين في تخصصات مختلفة يكون عندهم مفهوم التنمية المستدامة ومفهوم التحول الأخضر. يعني النهاردة لما يكون عندنا شباب خريج كلية تجارة وإدارة أعمال لابد أن هو يكون فاهم مسألة التحول الأخضر، مسألة الاقتصاد الأخضر، مسألة دراسة الجدوى البيئية، لأنه لن يكون هناك مشروعات معتمدة في الفترة القادمة ما بعد الكوب ليس لها بعد بيئي. على المنتدى نحن شاركنا فيها واستفدنا كثيرا. خلاصة ما أخذت من هذه المنتدى أننا لابد أن نحافظ على البيئة، بيئة بأكملها. إن لم نحافظ عليها سوف تعبر، وتعبيرها هي يعني درجة الحرارة التي ترتفع هذه، والسيول والفيضانات التي نرى. يعني ليس بعيدا حدث فيضانات في إفريقيا الوسطى، يعني نتيجة ذلك تبين لأنها يعني تلوث في البيئة، فلا بد أن نحافظ عليها.